جدا تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة قلعة سراغنا، واللي من خلاله غادي نعرض لكم الحصيلة اللي أعلنت عليها وزارة الصحة حتى الساعة 10 من يومه الأحد. وكما لاحظنا في الحصيلة فالحمد لله كاين ارتفاع في عدد حالة الشفاء ببلادنا، فيما تبقى تسجيل بعض الحالات مستقرة وكذلك انخفاض في الوفيات الحمد لله، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا هذا الوباء. إذن مشاهدينا كما قلت لكم فالحمد لله كاين ارتفاع في عدد حالة الشفاء ببلادنا، وهذا كيرجع الفضل الالتزام ديالكم يعني حالة الطوارئ الصحية وكذلك المجهودات اللي كتقوم بها وزارة الصحة وكل الأطقم الطبية، وكذلك المجهودات اللي كتقوم بها السلطة ديالنا السلطة المحلية والإقليمية والأمنية كذلك. ومن هذا المنبر كنحيي كل السلطات الأمنية على رأس رجال الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة وكذلك رجال الوقاية المدنية، ولا ننسى السلطات المحلية. إذن مشاهدينا اليوم بلادنا كتعرف ارتفاع عدد حالة الشفاء الحمد لله واللي كتوصل 1424 حالة شفاء. كما قلت هذا يعني كيرجع للمجهودات اللي كيقوموا بها المواطنين وكذلك رجال السلطة وكذلك الأطقم الطبية. إذن مشاهدينا كما قلت اليوم تسجلت عندنا 151 حالة إصابة جديدة، اللي يرتفع بذلك العدد الإجمالي لعدد الحالات المصابة ببلادنا إلى 4880 حالة، فيما ارتفع عدد حالة الوفاة 174 حالة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة وأن يشفي جميع المصابين. إذن مشاهدينا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 151 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يومه الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4880 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب كوفيد مغوب إم أ أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 36081 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 1424 حالة، فيما بلغ عدد حالة الوفاة 174 حالة. إذن مشاهدينا كما شفتوا معنا فهناك ارتفاع في عدد حالة الشفاء، وتنتمنى كذلك الشفاء العاجل لكل المصابين ببلادنا. هناك تسجيل 151 حالة إصابة مؤكدة جديدة حتى الساعة 10 من اليوم، وتنتمنى مزيد من الالتزام باش نقصوا ونخلصوا من هذه النتيجة. إذن مشاهدينا كما تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية وكذلك الانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متتبعينا نتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قلت أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة وأن يشفي كل المصابين. والحمد لله فاليوم كنلاحظوا ارتفاع عدد حالة الإصابة، الحمد لله كنلاحظوا عدد ارتفاع عدد حالة الشفاء ببلادنا، وتنتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لكل المصابين. تحية لكل متتبعينا على قناة شوف تي في، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.